حلقتنا لليوم ضمن برنامج على الموعد مشاهدينا رح نكون عم نحكي فيها أكثر عن ورشة عمل عن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية اللي عم بتنظمها شركة Training Consultancy Experts، وأكيد عن هالشركة وكل نشاطاتهم مع دكتور ريبيكا كعدة من مؤسسين هالشركة، وأيضا مع الأستاذ علي فحص أستاذ جامعي وخبير استشاري بالمحاسبة. أنا بدي رحب فيكم وبدي أشكركم لوجودكم معنا اليوم. نحن سعيدين جدا أنه عم نطرح الموضوع معكم. دكتور ريبيكا وأستاذ علي، قبل ما نكون عم نحكي عن هالورشة العمل اللي هي ضمن ورشات عمل عديدة بتنظمها شركة Training Consultancy Experts، بالبداية عرفونا أكثر عنكم، أي متى انطلقتوا بالعمل على الأرض وشو أهدافكم؟ احنا بلشنا بال 2016، بلشنا مع individuals هن عندهم شراك أو بدون يكبروا شركتهم وهيك، نعمل معهم coaching و consultancy، وكبرنا وصرنا بال 2021 ك training consultancy experts، ناخد شرك نفوت نعمل لهم training لكل موظفينهم بعدة مواضيع، ونعمل consultancy لديبارتمنت معينة. يعني إذا في الشركة عندها HR بشخص وفجأة كتروا كتير الموظفين وشخص ما بقى بيكفي ليكون عم بيعمل ال HR، منفوت كtraining consultancy experts نخلق department ال HR من أول وجديد مع كل الدوكيومنتيشن، البوليسيز، البروسيجرز، شيء بنسميه KPIs يعني الانديكيتورز، تنعرف الموظفين اذا عم بيعملوا شغلهم صح وكيف يتحسنوا وكيف نخليهم يكونوا مبسوطين، وانه بنعمل كل الاشياء اللي هي اذا بدك بتخلي الشغل او الشركه تكبر تتحسن، يصير عندهم productivity و satisfaction و engagement مع موظفينا. بنشتغل بال private sector وبنشتغل بال public sector، سو عنا شغل مع NGOs وعنا شغل مع شركات يعني خاصة. بتشتغلوا بالقطاع العام والخاص مع جمعيات وأيضا مع مؤسسات اللي هي مؤسسات خاصة ومؤسسات ممكن تكون مؤسسات دولة كمان. 100% وهي الخدمات اللي بتقدموها هي خدمات استشارية وحول يعني مجالات ونطاق متخصصة بالعمل المهني. صح. فاليوم ليش مهم أي شركة أو أي مجموعة تكون عم تلجأ لشخص متخصص تكون عم تستعين فيه، مش تكون هي عم تشتغل من رأسها؟ أوكي. So نحنا بالtraining consultancy experts عنا database إذا بدك من من subject matter experts، من هني عندهم اختصاصات وخبرة بمجالات معينة مش كل العالم فيها تكسبها. يعني هي شخص صار له accounting و audit 20 سنة، مش مثل accounting department بالشركة صار لهم 2 أو 3 بل شيء جديد، يعني الخبرة لها حق والاختصاص كمان. 100% بلس انه نحن بنعرف اليوم انه منفوت على الشركة منبلش نشتغل وما دايما منكون عم نطور معلوماتنا والطرق الجديدة. سو شركة مثل training consultancy experts دايما نحن منكون عم نواكب الاشياء الجديدة بال AI بالميثودولوجي بالابحاث بالengagement، فهود ال added value تبع training consultancy experts او اي شركة بده يكونوا هن عم بيساعدوا المؤسسة، هن بيجيبوا ال outsourcing اللي انت ما بتلاقيها بالشركة بالموظف اللي هو كل يوم كل يوم كل يوم من 8 للـ 4 و9 للـ 5 بالشغل، ما عنده هو مجال يتطور. هيك الشركة بتجيب هالمعلومات الجديدة اللي عندكم والطرق الجديدة. دكتور ريبيكا، تقريبا لحديت من 2010 قلتي لي لحديت هلا، تقريبا مع كم شركة او مع كم مجموعة تعاونتوا وكانت الاعمال ناجحة؟ كتير كتير، او ما بقدر عدهم، بقدر اقول لك انه بهالسنة يعني بقدر اقول لك من 2023 لل 2024 يعني في طلب. هذا الشيء اللي في يمكن بس هالسنة شيء 20 مؤسسة في طلب، وهذا الشيء مؤشر كتير مهم. اكيد استاذ علي بيعرف انه في عمل وفي انتاجية بالبلد. اكيد بيساعد هذا الشيء، بيساعد الاشخاص اللي عندهم خبره بيكونوا عم يعطوا هول الاشخاص اللي مبلشين بالكارير جديد او ما عندهم هيدي الخبره اللي لازمه، بيكون عم يعطيهم هيدي الخبره، وبنفس الوقت يعني عم بيكون عم يتطور دائما، بيكون ابديتد وهالتفاصيل كلها. نعم. استاذ علي، رح نرجع معك لورشه عمل قانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه. صح. اللي عم بتنظموه، بدي اطرح عليك ليش مهم هالسؤال، انه ليش مهم اليوم نكون عم ندوي على هالقانون بهالفتره تحديدا؟ اول شيء هيدي الدوره حتكون ب 9 اذار،
يوم السبت، حتكون نهار كامل، ورشة عمل كاملة عن الضمان الاجتماعي وعن المعاش التقاعدي اللي هو القانون اللي انمضى بمجلس النواب وهلأ بده يطلع مراسيم، يعني من هون لفترة حيصير هو حيكون عم يتطبق هيدا القانون الجديد اللي هو انمضى وصار اوفيشال. يعني ليش مهم نضوي عليه؟ لأنه اليوم نحن بالفترة اللي بوقت الأزمة بال 2019 لما صارت الأزمة وانقلبت عملتنا من دولار لبناني، فصار بين عندنا أزمة ما كانت واردة قبل وهي تعويضات نهاية الخدمة، صار يعني يخلصوا تعويضات نهاية الخدمة ويجي بدهم يفلوا المبلغ كتير قليل اللي هو اللبناني، فاشتغلوا على قانون جديد ليطوروا هيدا الشيء. في له محلين، محل للمحاسبة الشركات وفي محل تاني للمواطن. محاسبة الشركات كانت هي تدفع تعويض نهاية الخدمة كتسوية بيسموها، سو الشركة هي اللي كانت تدفع هيدا التسوية على بيست على آخر معاش قبضه. فبالقانون الجديد لا، حيكون في معاش تقاعدي بيضمن حق الموظف وبيضمن حق الشركة، الاشتراكات اللي بيدفعوها شهريا كيف بتصير، مين اللي رح يدفعها، مين اللي رح يدفعها وكيف رح يستفيد منها المواطن او الموظف اللي هو مضمون، مين الالزام يكون موجود بهيدا المعاش التقاعدي، مين الاختيار، يعني في يكون شخص يكون هو عم يكون عم بفوت بهيدا البروجرام، وهيدا البروجرام كتير مهم للبلد لشو عم بيصير، وبيحسن كل المشاكل اللي كانت موجود بالقانون القديم حيكون عم بيحسن. نعم، شو المواضيع اللي رح تكونوا عم تتطرقوا لها من خلال هالورشة؟ أول شيء رح نتطرق شو يعني معاش تقاعدي، ومين اللي رح يستفيد من هيدا المعاش التقاعدي، وقديه نسبته، وقديش الحد الأقصى لإله كاشتراكات، مين اللي رح يدفع هول الاشتراكات، الشركة ولا الموظف؟ قديش نسبتهم حتكون لهيدي الاشتراكات؟ شو الضمانات اللي بدهم يعطونا إياها الضمان لحتى نكون نحن عم ندفع هول الاشتراكات لحتى نضمن حق الموظف ونضمن حقنا كشركة في ضمانات؟ شو يعني شو القصص الجديدة مثل المعاش التقاعدي؟ إذا حدا توفى كيف بيقبضوا عائلته من بعده المعاش؟ لأي عمر حيضلهم يستفيدوا الأولاد أو إذا عنده زوجة؟ فهول كله هيدا حيكونوا عم ينحكوا بهيدي ورشة العمل. هي مهمة كتير للمحاسبين بالشركات ليقدروا، مثل ما بنعرف نحن بالشركات المحاسبين بيعملوا مثل تقييم لقدام، شو في عندهم اشتراكات، شو في عندهم مدفوعات، كيف حتكون المدفوعات صح على الموظفين، صح كيف حتكون هيدي المدفوعات. بنفس الوقت للمحاسبين اللي بيشتغلوا هن فريلانسر يعني لحالهم، وبنفس الوقت لطلاب الجامعة اللي هن مخلصين جامعة وبلشين بالكارير كمان حيكونوا عم يستفيدوا، لأنه هن لبان ما يكونوا بلشوا بهيدا القانون حيكونوا عم يستعملوا هيدا القانون الجديد، حيكون القانون القديم مثل التغى. نعم. في شغلة عن القانون القديم، هو القانون القديم مقسم لكذا. نعم. عم تحكينا بتغييرات يعني من الأزمة لهلا، تغييرات لحقت القانون القديم والقانون الجديد. صح. فشو هن يعني او واذا نقول شو هن ابرزهم؟ نقط. صح، هو الضمان مؤلف ثلاث نسب بالمية. في عنا شيء اسمه مرض وأمومة، في شيء اسمه تعويض عائلي، وفي شيء اسمه نسبة تعويض نهاية الخدمة. هلأ المرض والأمومة أكيد عم ينشغل عليها، وهيدا شيء ما خصه بورشة العمل، بس أنه عم ينشغل عليها لترجع التأمين الصحي مثل قبل، مثل ما كان قبل للموظفين، لأنه الموظف المضمون اليوم ما بتغطي الضمان مثل ما كان يغطي قبل الأزمة. هيدا لنسبة المرض والأمومة والتعويض العائلي. التعويض نهاية الخدمة هيدي هي النسبة اللي رح تتغير، وهيدي هي النسبة اللي رح تتحول لمعاش تقاعدي أو إذا بده على تعويض نهاية الخدمة، وهي هي النسبة اللي رح تتغير. وبنفس الوقت حيكون لأي عمر حيكون عم يستفيد، وهول التفاصيل كلها اللي هي كتير بتهم أي موظف. اليوم نحن ببلد بنشتغل كل حياتنا لنقدر نعمل هيدا السيفينج، لأنه ما في شيء ضمان، ما في شيء اسمه ضمان شيخوخة، ما في شيء اسمه ضمان صحة، نقدر نعيش عيشة كريمة بأخذ 100%. بالقانون القديم التعويض نهاية الخدمة بيقول انه بس تاخذي تعويضك معاش انت بتنضمني صحيا، انت سحبتي تعويضك بطل في عندك اختيار، عكس بلاد برا. بالقانون الجديد اللي هو عم اشتغلوا عليه وخلص يعني وانمضى من مجلس النواب، هلا في مراسيم بدها تتحدد كيفيه تطبيقه والتفاصيل، بيضمن حق اول شيء معاش التقاعدي للموظف،
وبنفس الوقت بينضمن صحيا، يعني بيضلوا مضمون صحيا، فهيك وهذا بيكون الشيء كتير مهم، كتير مطلوب و... يعني مفاعيله فينا نقول إيجابية على المواطن على الموظف صح كمان. صح اكزاكتلي، على الاثنين، على الشركات وعلى الموظف وعلى كل شخص مضمون وبيشتغل وبيدفع هيدي الاشتراكات المتوجبة عليه. نعم، وهيدي الخطط استاذ علي اللي رح تنوضع، يعني لازم تنوضع من قبل الشركات ولا من قبل لا لا، الدولة؟ هيدا دولي، هيدا قانون نصته هل في الدولة. خطط موضوعة أكيد تقدر هو نزل، هو تأمن التمويل اللازم؟ هو نزل، هو الموظف، هو اللي الموظف والشركات هن اللي بيدفعوا هول نعم الاشتراكات، وبيبلش هيدا الشيء من بعد، يعني من بعد ما يكونوا دفعوا الاشتراكات من بعد فترة مبدئيا تحددت ب 15 سنة، في اكسبشنز اكيد حيكون للي كان للي عمره كبير والتفاصيل، بس هيدا قانون انحط وانمضى بمجلس النواب وحاليا. ونزل بجريدة نعم رسمية بس ما بيتطبق. هو يوجوالي بيكون في قانون بيرجع بيطلع مراسيم امتى تاريخ تطبيق هيدي الفكرة، امتى تاريخ تطبيق هيدي الفكرة. سو بهالحالة بما أنه الشركة هي اللي رح تتحمل جزء من المسؤولية مع الموظف، صح. اليوم الشركات كيف لازم تتجهز بأي طريقة؟ اليوم الشركات بنعرف نحن كلنا بنكون مضمونين، بنقبض معاش معين، الشركات بتروح لتصريح بمعاش أقل لحتى تخفف عليها هول الاشتراكات، ولأنه السبب الأكثر واحد اللي بيتهربوا من التصريح بالمعاش الكامل صح. هو تعويض نهاية الخدمة، لأنه الشركة هي اللي بتدفع التسوية. يعني يمكن العالم ما بيعرفوا هيدا الشيء، اليوم الشركات هي اللي بتدفع هيدا الفرق كله، فبيتهربوا انه يعطوكي معاش عالي عشان هن يعني افترضنا انت كنت تقبضي قبل الازمه مليونين، اليوم انت صرت 100 مليون او 50 مليون او 60 مليون، سو هن بدهم يدفعوا لك على اخر معاش قبضتيه بمحل معين، فهن اللي بيدفعوا هيدا الفرق، الشركه هي اللي بتدفع هيدي التسويه. بالقانون الجديد هيدا الشيء بيريح الشركات وبيخليهم يصرحوا بالمعاش الكامل، لانه خلص هن وانس دفعوا الاشتراكات معاش حيدفع تعويض بس نهاية ساعتها خدمة، الموظف رح يصير يدفع قسم من معاشه لل، قسم صغير من يعني ما معاشه رح، وله حد يعني أقصى. يمكن عم ينخصم يكون جزء كبير من لا هو معاشه. له حد أقصى بالضمان الاجتماعي، بحطوا حد أقصى، يعني مثلا اليوم المرض والأمومة ابتداء من 1/3 صار الحد الأقصى 45 مليون، يعني إن شاء الله بتقبضي 300 مليون، إن شاء الله بتقبضي 100 مليون، إن شاء الله بتقبضي 45 مليون، بتدفعي مليون و350 هل ألف، في which قيمة is محددة؟ yes حيكون أكيد في حد أقصى، لأنه ما فينا نكون إنه عم حسب كل واحد حسب معاشه، بتصير الاشتراكات كتير ما هيدا كبيرة اللي أنا عم بقوله. وبالمعاش التقاعدي، فأكيد اشتغلوا على هيدا القانون، إلهم بيشتغلوا عليه من فترة يعني كتير طويلة، ومن اتحاد عمالي عام، من ضمان اجتماعي، من نواب، من فاشتغلوا عليه لطلعوا صيغة بتريح من بعد الأزمة، من بعد ما صار بالأزمة كيف بيكون الحل، ونحن البلد يمكن الوحيد ما عنده معاش تقاعدي أو ضمان صح شيخوخة. برا يعني طبابتهم مأمنة، صح مرتاحين، بعيشوا الشيخوخة بأحلى حالاتها، اكزاكتلي يعني مش مثل عنا بيطمنوا بالهم أكيد. يس، سو هيدي الورك شوب حتكون كتير مهمة، حيكون عم نعرض فيها تفاصيل عن هيدا المعاش وقد ايه نسبته ومين اللي رح يستفيد منه ومين اللي مش رح يستفيد وكيف رح تصير كل هيدي الامور، وكمحاسبين كيف بدك تنصح الشركة اللي انت بتكون محاسب فيها، وكأنت كمحاسب بقلب شركتك كيف بدك تنصح شركتك، كيف بدها تشتغل وكيف بدها تكون عم بتفكر، كشخص عم بيفوت على كارير العمل الجديد لتعرف القانون الجديد اللي انمضى ونزل بالجريدة الرسمية لتعرفه انت من هون ليكون بلش تطبيق، وهالتفاصيل بتكون انت up to date لهيدي المواضيع. حلو، اكيد ورشة عمل بالغة الأهمية. اليوم حضرتك كمحاسب بدنا نستفيد شوي من خبرتك بما انك معنا اليوم، هل عم بتحسوا كمان كشركة انه في اليوم ازدهار بالبلد، في الاعمال شوي عم ترجع تتنشط بعد الازمة اللي يعني قطعنا فيها؟ يعني كمحاسب بقول لك بالازمة اللي صار في كتير بزنسز فتحت جديد، يعني شوي العالم استقلت، يعني كانت اكتر العالم اللي بوظايف انتقلت انه خلص انا بفتح بزنس، وبلشت تتحرك شوي هيدا الموضوع. الحمد لله. هلا الحمد اليوم لله. ايه يعني مرقنا بفتره بالازمه كتير صعبه، يعني كان اذا كان الحكيم اللي هو
يكون عنده عيادته ما قادر ياخد من المريض الشيء كان القيمه المفروض ياخدها. كان كل شيء تغير يعني، ما كان فينا نحكي بالدولار. سو لا، اليوم صار كل شيء تقريبا دولار، وبلشت تتغير شوي الامور يعني. دكتور، وفي كثير شرك فعليا هن يعني صاروا بالفريلانسينج بالفيرتشوال سيرفيسز. يعني عندنا يمكن 30% من البورتفوليو اللي عندنا هن سيرفيسز لبرا، بس انه بيشتغلوا بلبنان، هيد كوارترز بلبنان، لبنانيين هن اللي موظفين. وهذا الشيء بينعش البلد وبينعش الاقتصاد أكيد. حتى لو كانوا عم بيشتغلوا لبرا. اكيد 100%. سو انه نحن ملاقيين كتريننج وكورشات عمل وهيك، في كثير طلب وشركة جديدة بلبنان وايدياز جديد ما كنا سامعين فيهم قبل، سيرفيسز كتار. فلا الحمد لله يعني نحن اتليست نحن حاسين انه في هالشيء هالفرق. يس، وصار عندهم يعني من بعد الأزمة صارت العالم عندها أكثر فاينانشال وعي، فاينانشال بالفاينانشال صار عندها حول إدارة حول إدارة المال. هذا الشيء كثير مهم يعني، عن جد وعي حول إدارة المال، هذا اللي كان المفروض يكون بكل بيت. نحن اليوم من أول ما يبلشوا الطلاب عندي بالأكاونتينج بالمحاسبة بالجامعة بقول لهم نحن البيرسونال اكاونتينج هو يعني الاكاونتينج بنستعمله بالبيرسونال لايف وبنستعمله بالبزنسز. اليوم الاكاونتينج هو موجود بحياتنا اليوميه. سو هيدا صار في عند وعي اكثر عند العالم بكيف تكون عم تاسس بزنس لها، كيف عم تعمل سيفينج، كيف عم تصرف، كيف. فهلا بلشنا يمكن نحس اكثر بهيدا الموضوع يعني كورشات عمل بيكونوا هن عم انترستد انه يفوتوا على هول التريننجز ويتعلموا ليتعرفوا اكثر ويعرفوا كيف بدهم يديروا يعني مصاريفهم ومدخراتهم ويقدروا نعيش يعني حياه بقى طبيعيه. وبنلاقي كثير في اشياء سكيلز هن بيرسونال سكيلز ما كنا نشوف عليهم طلب قبل. يعني عندنا نحن دوره انجلش كل شهر ما بتوقف. كل شهر بنرجع بنعيد دوره لانه الانجلش اليوم هو وورد وايد صار كثير مطلوب يعني بكل الاشغال. وما كنا نشوف هالشيء قبل. ما كان عندنا طلب انه على الانجلش اونلاين كلاس مثل ما هلا عندنا طلبات كثير اشياء اتش ار بيجونا انه بليز بدنا اتش ار، بدنا شو في شيء جديد بال 2023 2024. هذا الشيء اكيد بالغ الاهميه ونحن بنحس عليه وبنحس الوعي خاصه عند الجيل الجديد تيقدر هو كمان يبني المستقبل بعدين. بالنهايه اي حدا عم بيكون عم يفتح بزنس هو منه مش حيكون اكسبرت بكل الديبارتمنتس. سو نحن عم نفوت على الشركه بالاكسبيرينسز اللي عندنا اياها وبهيدا التفاصيل عم نعطيه، عم اول شيء عم نوفر عليه كثير مصاري يدفع لبين ما يتعلم اي من اغلاط وهيدا، لانه نحن مرئين بهيدا الاكسبيرينس وبنكون عم نساعده انه يطور بشكل اسرع من انه ينطر الاغلاط اللي حتصير معه ليطور. وخاصه انه نحن عم نشهد فوعه اذا بدنا نقول بالسمول بزنس اليوم والاعمال الصغيره اللي عم تطلع جديد، وهذا شيء كثير مهم. كيف فينا اليوم نتابعكم ونتابع كل الورشات العمل ونشاطاتكم دكتور؟ على السوشيال ميديا اكيد، وي هاف اور ويب سايت، وي هاف اور سوشيال ميديا على فيسبوك وانستغرام واكيد في تيك توك وفي يوتيوب. استاذ علي قلت لنا عندك شيء خاص. نحن عنا يس انا نحن كل شيء خاصه بالتريننج كونسلتنسي اكسبرتس هن فيسبوك انستغرام ويوتيوب وتيك توك، يعني كل شيء خاصه بالسوشيال ميديا. وانا عندي صفحه خاصه باسمي. اليوم انا بصفحتي بحاول اكون عم وعي هيدا الموظف كيف بده يكون عم يتعامل مع شركته، وبنفس الوقت للشركات كيف بدها تكون عم بتفكر محاسبيا وكيف بدها تكون عم تعطي حق الموظف وبنفس الوقت عم تربح. ومنوعي هيدا الجيل الجديد عن الأزمة اللي مرقت معنا كيف هو يكون عم بفكر how to invest، يعني كيف يكون عم بفكر، كيف يكون عم يستثمر، كيف يكون عم يشتغل صح كفاينانشال جول، كيف يكون كمان نتفاديها بالمستقبل. yes. يعني لأنه معقول ترجع تصير بأي لحظة ببلد مليء فيه يعني دايما اللبناني بيعيش الأكشن خاصة أنه الإدارات والمؤسسات يعني التابعة للدولة هي نوعا ما صارت مش يعني ضمن المستوى المطلوب للأسف، وصار فيها صار بدها كتير تجديد من الأساسات. دكتور ريبيكا كعدة من مؤسسين شركة تريننج كونسلتنسي اكسبرتس،
تحية لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. استاذ علي فحص، استاذ جامعي وخبير استشاري بالمحاسبة، شكرا لهالإطلالة، شكرا لكم. بدي وجه تحية لكل افراد واعضاء شركة تريننج كونسلتنسي سنتر اكسبرت، شكرا لوجودكم معنا، وعن جد فعلا شكرا على كل هالخدمات اللي عم تقدموها، اللي اليوم كمان عم بتساهم نوعا ما بنمو الاقتصاد بالمجتمع وبالبلد ككل. شكرا. مشاهدينا نحن للاسف وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج على الموعد اون تايم، بنكون معكم اكيد بحلقات جايه من هلا لوقتها. ما تنسوا تتابعونا نحن مريم تي في عبر السوشيال ميديا، يوتيوب شانل مريم تي في، وايضا فيسبوك بيج مريم تي في، دائما تابعوا كل برامجنا، وانا بقول لكم ان شاء الله تضلكم بالف خير انتم وكل الاشخاص اللي بتحبوهم.